محافظ صلاح الدين يحضر جلسة مجلس المحافظة ويؤشر خللاً في عمل اللجان الطبية، ويبحث مع عشائر الشرقاط الاحتياجات الخدمية. صلاح الدين تطلق رابط القبول بمدارس اللغة الإنجليزية، ومدينة صناعية جديدة على أطراف سامراء، ودعوة للقراءة بمكتبة تكريت. العراق يفتح الأبواب لاستقبال ومساندة النازحين اللبنانيين، ومختصون يختلفون على وصف بيان المرجعية بفتوى جديدة للجهاد الكفائي. القضاء يقرر ملاحقة الحركات المذهبية الشاذة لحماية توازن المجتمع، ولأول مرة كاميرات ذكية لمراقبة انتخابات برلمان كردستان.